حصل كتير وحضراتكم طبعا عارفين، زي ما بقول لكم الصوره جميله، الصوره نظيفه جدا جدا، يعني صوره من انقى الصور اللي تشوفوها، صوره النادي الاهلي في اي مكان، في اي مكان، في اي زمان. الحمد لله، يعني حاجه تخليك مبسوط وتخليك فرحان وتخليك فخور ان انت بتنتمي لهذا الكيان الكبير، النادي الاهلي اللي بيحاول ينول منه او ينال منه ده زي قزم كده وبيحدف طوب في الهرم عايز يوقعه. بجد والله قزم وعاب بيحدف طوب في الهرم عشان يوقعه، هو ده اللي بيحاول ينال من نادي الاهلي. نروح نشوف امير هشام معاه مينا رشاد، معاه محمد شريف لاعب نادي الاهلي، ونرجع لحضراتكم على طول.